ازيكم يا احلى متابعين، وحشتوني جدا جدا. حابه اشكركم على تفاعلكم الجميل معايا على قصه عشق القاسم، وعلى كومنتاتكم الحلوه قوي واللي بتفرحني جدا. اما النهارده جايه لكم بقصه جديده ان شاء الله هتعجبكم قوي، قصه بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبه الجميله فاطمه قنبير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا قصتنا. انا قلت لك يا بابا مش هتجوز دلوقتي خالص، لما اخلص كليتي ابقى افكر في الموضوع ده. يعني عاجبك قعدتك زي البيت الوقف كده؟ ده انت اللي قدك خلفه ومعاهم عيال ومحروس شاب مال وهدومه وما يتعوضش ومعاه صنعه تاكلكوا الشهد، ده نجار قد الدنيا يا بنتي. بس انا يا ماما في تانية تجاره وهو معاه اعداديه، مش المفروض اخد حد نفس تفكيري ونفس تعليمي؟ ده كان زمان يا حبيبتي، دلوقتي اللي معاه صنعه هو اللي معاه فلوس، بتوع الشهايد دول قاعدين على القهاوي. واساليني انا. قولي لها يا حاجه ما عادش فاضل في العمر بقيه وعايزين نطمن عليها قبل ما نموت. ما تقولش كده، انا ما اقدرش اعيش من غيركم، وطالما انتوا شايفين ان محروس هيبقى زوج صالح ليا يبقى انا موافقه يا بابا. الام بسعاده؟ بجد يا بنتي هنفرح بيكي؟ ايوه بجد يا ماما. ودلوقتي تعالوا نتعرف على بطلتنا. فرح عندها 20 سنة، جميلة جدا وجسمها متقسم، وكل شباب الحارة بيتمنوها في تانية تجارة دخلتها عشان نفسها تتوظف في شركة كبيرة وتساعد باباها، لأن باباها أحمد كان موظف على قده وطلع على المعاش، وزي أي بنت بتتمنى شريك حياتها يكون محترم ويحبها ويخاف عليها ويكون سندها. بس زي ما انتوا شايفين اهلها هم اللي اختاروا شريك حياتها محروس، واللي عنده 25 سنة، نجار على قده وفاتح ورشة تحت بيتهم، ورغم انه حاطط عينه عليها من وهم صغيرين، بس فرح ما تصورتش ابدا ان ده اللي يكون جوزها، وياريت محروس هو اللي هيتجوزها. عايزين تعرفوا مين اللي هيتجوزها؟ تابعوا القصة معايا. وبنرجع تاني يا نادية. خرجت نادية من المطبخ وهي بتقول: في ايه يا ابو فرح؟ مالك يا راجل؟ حضري بنتك، خلاص محروس جايب اهله وجايين الليلة. يا الف نهار مبروك. وبقت بتزغرت من فرحتها ببنتها، وتكلم احمد وقال: فين فرح؟ مش شايفها يعني؟ بنتك راحت جامعتها يا اخويا، لما ترجع هجهزها وهخليها على سنجة 10. وفي الجامعة بتاعت فرح وقفت مع صاحبتها سارة واللي كانت مصدومة من كلام فرح، وقالت: بجد يا فرح هتوافقي تتجوزي النجار ده؟ هعمل ايه يعني يا سارة؟ انا مش عايزة ازعل اهلي ومش حابة اكسر فرحتهم بيا. يعني ترمي نفسك الرمية دي وتتجوزي واحد ولا بيعرف يقرأ ولا يكتب، ولما تجيبي عيال يطلعوا يلاقوا ابوهم جاهل؟ خلاص بقى يا بنتي انا وافقت وخلاص، وما عادش ينفع اغير حاجة، ويلا عشان اتأخرت وأهلي هيقلقوا عليا. ماشي يا فروحة، يلا سلام يا قلبي، باي. وخرجت فرح من الجامعة وهي مستنية الباص زي عادتها، ولكن اتأخر ومجاش، وعشان كده قررت ان تتمشى لحد ما تلاقي باص وتركب فيه. وهي في طريقها كان وراها عربية جاية بسرعة، واللي راكبين فيها شلة شباب، ومن الواضح جدا انهم مش في وعيهم. فتكلم واحد منهم وقال لباقي الشلة: ارجع للمزة دي تاني كده. رجعت العربية ونزل منها واحد من الشباب ومشى ببطء جنب فرح، وتكلم وقال: ايه يا مزة رايحة فين لوحدك كده؟ تعالي اركبي معانا وهنعيشك احلى يوم في حياتك. خافت فرح جدا وما بقتش عارفة تتصرف، ولكن قررت انها تجري لان ده الحل الوحيد اللي قصادها. لحقوها الشباب بعربيتهم ووقفوا قصادها بالعربية فجأة، ونزلوا وحوطوها التلاتة، اما الرابع ففضل في العربية، واللي كان قائدهم وبيديهم اوامره واسمه فارس. فاتكلم وهو في العربية وقال: يلا هاتوها وركبوها بسرعة قبل ما حد يشوفنا. وفضلت فرح تصرخ وتستنجد بصوت عالي يمكن حد يشوفها ويلحقها، ولكن واحد منهم قام بتخدرها
وشالها وأخدوها معاهم وراحوا المخزن تحت الأرض. وبعد شوية فاقت فرح، بس كانت حاسة بتخدير في جسمها كله وحاسة بتوهان. ففتحت عينيها ببطء ولقيت نفسها في مكان مظلم مع شاب قاعد على كرسي قصادها وواضح إن مستنيها تفوق. فقام من مكانه واتكلم وقال: أخيرا صحيت يا مزة، ده أنا مستنيك تفوق بفارغ الصبر ومش راضي أقرب لك يا حلوة. فرح وهي بتحاول تبعد بتعب اتكلمت وقالت: أبوس إيدك ما تلمسنيش، أنا أهلي ممكن يجرى لهم حاجة. قالت كده وهي بتترجى، ولكن ما سمعش توسلاتها وانقض عليها زي الفريسة وقطع هدومها وهجم عليها بدون أي وعي، لدرجة إنه أغمى عليها وهي ما بين إيديه وأخد منها أعز ما تملكه أي بنت، وبقت في إيده زي الميتة مش حاسة باللي بيجرالها. أما في بيت فرح فكان والدها متوتر جدا لأن بنته اتأخرت وعائلة العريس وصلوا قاعدين في انتظارها. فاتكلم أحمد بهمس لزوجته وقال: بنتك راحت فين يا ولية؟ والله ما أعرف، أنا حتى برن عليها وتليفونها مقفول. ربنا يستر وترجع بالسلامة، لما تجيلي بس ابقى شوفي هعمل فيها ايه. وبعد لحظات فاقت فرح وهي حاسة بتعب في كامل جسمها، ولقت نفسها مرمية في شارع مظلم جدا، وفضلت تحاول تقوم لحد ما قدرت تقف، وبقت تحاول تخبي معالم جسمها بإيديها بسبب هدومها المقطعة ومش عارفة ايه اللي هتعمله. وفضلت تمشي وتقع تاني لحد ما لقت ملاية مرمية في الأرض، وكأن ربنا أراد سترها في اللحظة الصعبة دي، فأخدتها ولفتها على جسمها العاري وتوجهت لبيتها وهي مرهقة جدا. ودخلت ولقت والدها ووالدتها قاعدين مع محروس وعيلته اللي بصولها بتعجب من حالها ومنظرها. فجريت بسرعة لأوضتها وفضلت تبكي وتضرب بإيديها على راسها وعلى كامل جسمها. ولاحظ محروس إن في حاجة غريبة فاتكلم وقال: معلش يا عمي، إحنا هنستأذن ونجيلكوا في وقت تاني إن شاء الله، تنورونا في أي وقت يا ابني. ومشى محروس ومعاه عيلته، والتعجب والاستغراب مسيطر على جميع ملامحهم. فاتكلم أحمد بصوت عالي وهو بينادي على فرح: بت يا فرح، انت يا بت. وخرجت فرح بدون الملاية ووشها حزين ومكسور، فشهقت نادية على منظر بنتها وجريت عليها وهي بتقول: يا لهوي يا لهوي، مين عمل فيكي كده يا بنتي؟ قوليلي. اما الاب فما استحملش المنظر وضربها بكف ايده وزعق وقال: انت كنتي مع مين؟ بصت فرح بعيون مكسورة لوالدها واتكلمت وقالت: في واحد ما عرفوش وأول مرة أشوفه في حياتي، خطفني وخدرني. وبقت تبكي بصوت مسموع لدرجة إن ما قدرتش تكمل كلامها، وبكت نادية بهستيريا على حال بنتها واللي جرالها وهي لحظات، ووقعت على الأرض مغمى عليها. فصرخ أحمد وقال: نادية نادية ماما ماما. فشالها أحمد بسرعة ووضعها على السرير واتصل بالطبيب، وبص الفرح وقال: ادخلي يا بنتي غيري لبسك واستري نفسك، وانا والله ما هسيب حقك، هنطمن على أمك وهننزل على أقرب مركز شرطة، أنا بس لو أعرف هو مين لهخنقه بإيدي. وبالفعل دخلت فرح عشان تغير هدومها وهي مكسورة، وفضلت تبكي على المصيبة اللي وقعت فيها. وبعد شوية دخل الطبيب وكشف على والدتها واتكلم وقال: لازم ننقلها على المستشفى فورا، حالتها خطيرة. فترعب أحمد على زوجته وحبيبته وشريكة حياته واتصلوا بالإسعاف عشان ياخدوها. وراحت فرح ووالدها مع والدتها نادية على المستشفى، واللي دخلوها العناية المركزة. وبعد شوية خرج الطبيب واللي أخبرهم بأن حالتها الصحية متدهورة جدا وهتفضل فترة في العناية المركزة. فبكت فرح فأحضن والدها واتكلمت وقالت:
ماما يا بابا، أنا ما أقدرش أعيش من غيرها، وأنا سبب كل اللي بيحصل لها. والله يا بنتي ما هسيب اللي عمل فيكي كده، ووصل أمك ووصلنا للمرحلة دي. قال كده وهو بيطبطب عليها، ومسك فرح من إيديها واتكلم وقال: يلا بينا يا فرح. على فين يا بابا؟ هنروح نبلغ عشان أجيب لك حقك من المجرم ده. وراحت فرح مع والدها لقسم الشرطة وعملوا بلاغ، وكمان كشف الطب الشرعي على فرح واللي أثبته حالة الاغتصاب، وأخدوا منها مواصفات الشاب وجاري البحث عنه. ولحد هنا تكون خلصت الحلقة، بس قصتنا لسه ما خلصتش. يا ترى ايه اللي هيحصل مع فرح بعد كده؟ وهيطلع مين الشخص اللي اغتصبها؟ ويا ترى هتاخد حقها منه ولا لا؟ كل ده هنعرفه في حلقتنا اللي جاية بإذن الله، بس ده في حالة واحدة بس. لو اتفاعلتوا كلكم معايا على قصة النهاردة باللايك، وعرفتوني في الكومنتات انكم حبيتوها وعايزين نكملها سوا، هتابع كومنتاتكم. استودعكم الله، بحبكم قوي، مع السلامة.